عليكم ورحمة الله وبركاته. زادني شرف اليوم تشجيع سعادة سعيد رقباني لنا، كان موجود اليوم في عمان. مشكور سعادة، مشكور، جزاك الله خير على هالدعم وهالتشجيع لنا وللشباب كله. الله يوفقك، الله يرحم والديك. شكرا بارك الله فيك. صبحكم الله بالخير. حاليا الجماعة كلهم ركبوا السيارة وانا اخر واحد بركب، واخبركم وين احنا سايرين. تفضل اذا الله تعالى. لا 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 ما برزف، انا ابوي دبكه اليوم. دبكه بدش يقولون بتدخل المعاريس اليوم. ليش لا؟ كم معرس تحرم؟ 58 معرس. هي بتدخلهم اليوم انت كلهم. لا بيقولون بتزفهم. بتزفهم ايه، بنزف المعاريس كلنا. تعال، هذا هو المخيم الاماراتي الاردني. شوف ما شاء الله ما شاء الله، بلاد من كبرها، بلاد بزنها وعراها. ما تقول يعني شيء بسيط، بلاد. تبارك الرحمن، جزاهم الله خير عن قلبك. شوف، وكل المخيمات ابوي حرس، سمو ابوي بلي حرس، يا غير مخيم الامارات حرس من المملكه الاردنيه الهاشميه، على الله يحفظهم حكومه وشعبا، محافظين ابوي على امن المخيم كبره، كامل مخيم مقيطنين حرس. شوف هاي مثلا ديكور من خارجي من للمخيم، عسب ما حد يحس انه مخيم، كل الديكورات معدل ومزين شيء فنان، ما حد يحس في الغربه. وروحهم هذا شغلهم، روحهم ترى سوريين ما شاء الله تبارك الرحمن، هبل التحرون هينين والله. الرسم اللي يرسمونه ما حد يرسمه. جيت يوم الحين يا حال، ما زالوا لين اليوم اساتذه الرسم الاول كلهم سوريين، سوريين فنانين مرهفين الاحساس، يعني الله يحفظهم. اسم المنطقة هاي مريجيب لفهود. سلام عليكم. يا حبيبي ماشي ارسال هني؟ لا شي ابوي، شي 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 شي. هذا الجماعة ابو ياسين استقبال، يعني الله يحفظه. هي نعم براي البش بن البس وقت العرس. الهلال الاحمر في المملكة الهاشمية، طبعا مخيمنا مريجيب لفهود، وطبعا هي لا فريق الهلال الاحمر ومصطفين اساس مرحبا متابعينا الاعزاء. مثل ما قلنا السلام عليكم يا ابوي، ايديك مثلج ما شاء الله عليك، بارد ايديك. السلام عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن. الله الله ياجركم، الله ياجركم. جزاك الله خير طالع. الله يبارك فيك. فهد الخلدي. هذا كلنا ابوي، ما حد منا على مسح، قاضي خط طويل كان طوله. هي نعم يددوا المسجد في ترى الميلس الرئيسي لاستقبال الضيوف، اول بادي اول ماتي العرب يجلسون في المكان، قهوهم عقب ابويه خطفوا على الماء. وين بتكون الجوله ان شاء الله؟ باذن الله تعالى بتكون ثلاث مواقع. زين، موقع مكتبه القلب الكبير، نعم، اللي هي بدايه. بعدها ان شاء الله المركز الطبي، ومن ثم الى الورشه ان شاء الله اذا الله جعل ان شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله، جزاكم على الله ياجركم ان شاء الله على هالتعب. وانا بعد ابوي ادوركم. انا اقول لك انت دائما نحن سامعينك ونشوفك ودائما لك بخير على الله يسلمك. كل مكان حالك. الله يبارك فيكم، يعطيكم الاجر والعافيه، ماجورين ان شاء الله. شيء ابوك هذا منتجع، انتم ياسين في فندق خمس نجوم، مخيمات ابوي هم بمخيمات، سيايير هالنمور. انا ابو حياكم يا رك الله يا رك الله. انا بمخيمات، والله يا ابوك لا مخيمات ولا سيات، فندق خمس نجوم رقم واحد. جزاهم الله خير اللي قايمين على هالمشروع الضخم. المسيد يمينه ونا انزين، شوف المناره. عليكم السلام. السلام عليكم. مطوع وجهك وجه مطوع، على الله يحفظ ما شاء الله عليك. طوع صدقي يعني؟ الحمد لله. ليش ويهك ويه مطوع؟ شرات البجري، ويهك بجري ما شاء الله تبارك الرحمن. على الله ما بقول الحين، يا الله تبارك الله. تختبند تعرف التختبند؟ لا. تعرف التختبند؟ ما زلت تختبند. انا بخبرك شيء، التختبند تختبند طال عمرك. شوف اللي يقولون على تختبند، تحيد الاول تختبند اللي هو السقف، يطمون السقف من داخل. ايوه انزين. الحين يسمونه جبسن بورد. ايوه الله تبارك الرحمن عليك. انا اقولها عاده تختب انت، هاي مال مزح ومزاح وطعان رماح. يلا بارك الله فيك. اوكي لا خلاص، الله خلانا منكم. ابوكم كتله كبده ما يسوى عليه يا ربي.
اقول ليتني ما خطأت فيها السكه ما ادري ان شاء الله. يلا هذا المسيد الحين صلاه وخلاص بنات. وين اسلام؟ اسلام تعال تعال اسلام ابوي عليك طلب خاص ابوي طلب خاص. سعاده الدكتور ابوي يبات جاي مخصوص اسبك ما شاء الله على اسلام تبارك الرحمن. هاي اسلام بنت الامام امام المخيم هي وما شاء الله عليها عرفه وهي سبعة الحين كم عمرك؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يطرح فيها البركه. الإمارات إيه بنتنا إن شاء الله الله يحفظك. الحين قدش العميل العام بعد يعني. يعني أنا المحظوظ إني شفته. وهي محظوظة. جزاك الله خير. يلا. معلش أحكي لكم نشيد الإمارات. يلا قولي ها. بتقولي النشيد. الأيادي البيضاء من بلاد الخير ومن داوى جراحنا وأدخل على قلوب الأطفال المسرات الخير في ثناياكم والجود أصلكم ومن قلوبنا. أهلنا في ضيقنا فكتب الله أجركم الدعاء لكم من قلوبنا ضافت في الأراضي الواسعة. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله. أكل هاي المعرس ما شاء الله ما شاء الله على المعرس زاق المعرس هذا العرس في تكلفة ما شاء الله. هاي واحد من العرسان هاي واحد اللي مهتمين بدور ما دار أربعته مهتمين عليه وحد يعدله وحد يزين. شغل مضبط ها؟ تبتناوي تعرس؟ لا بتشير بتشير. ليش بتشير؟ رجال كم كبرك؟ لا لا الحين في دوره في الوديان الحود السنه الجايه. استحي بيوز بيوزونك الامارات ابوي وزتها اربعه كلهم الحول ان شاء الله انت انت والعود هلا وياك. وانت بعد هلا وياهم؟ ذوك من زمان؟ ذوني من سنتين. انت اخذ الثانيه؟ لا يا رجل خلاص عادي. الله يبارك لكم ان شاء الله. كان لسمو الشيخ محمد بن زايد حديث جميل قال نحن نحتاج غدوة قدوتنا كل واحد في ميدانه كل واحد في جانبه يعتبر غدوة للأجيال اللي بتبعه بالفعل هذا شيء أكيد. شهد الله أن موضوع عمرك قاعد تشوف يقول لك أنا سفير الدولة صح فعارف أنه طالما أنه سفير الدولة ينقل الصورة الطيبة عن الدولة صحيح لذلك كلهم يتنافسون على الشيء هذا. اللهم لك أنت أخت إسلام أختك إسلام وبلاش تمشي حافية سيري اللي بسنعال سيري الحين اللي بسنعال وتعالي يا ويلك شفتك بلا ينعال سيري حبيبتي سيري خلي إسلام تلبس سنعال البسي ها سير بيعتك هاك لا سنعال ربيعك وانت بلا ينعال البسي نعال يلا البسي وتعالي اوكي خفوا السبيد خفوا السبيد عن الركيب يا واش يا واش شوي شوي بارك الله فيكم حضن كلمة ملابس ما مكفول بنفتح لهم بنفتح لهم بنفتح ان شاء الله بنفتح هذا الستور ما تشوف ويه هذا البخار العود هذا هذا لا هذا اللي تمنا ودناه الابيض هذا بطولة عمرك هذا فيه الملابس نجيب العوائل عائله بقاساتهم مشان ما نصرف لهم شيء كبير ولا شيء صغير ايوه شيء خيايط عندكم؟ عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن يعلى الله يحفظكم جزاكم الله راح ان شاء الله ندخلهم الحين تفضل المستودع لا وايد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مشغلهم يادي عامده ايوه هذا مستودع المواد التمويليه اها لان
نوزعها برا، نشيلها برا. ايوه. وفي بعض منها نوزعها هنا اللي هي مثل التمر وهذا نوزعه هنا. معلوم. لكن في بعض الطرود نودي حق العائلات المحتاجه مثل ما شفتوا اللي برا. ايه اللي عندهم خيام عشوائيه. عشوائيه. أيوة. نجهز لهم هنا الطرود هاي مثل ما انتم شايفين. اوقات تحصل المستودع هذا مليان فل. ايه. اوقات. السلام عليكم شباب. كيف الحال؟ يعطيكم العافيه. ماجورين ان شاء الله، ماجورين. الله يواليك المعافي والله يعودكم ان شاء الله بلادكم. امين. الفريق انتم هاي انتم الحين تجهزون الطحين. كل كيس في 5 كيلو. 3 كيلو. زين، 3 كيلو شنو نحط معاهن؟ عيش وزيت. لكل عائله. في المخيمات العشوائيه خارجيا للتوزيع الخارجي يعني. انتم حاليا سوريين من ضمن المخيم. من اللي عايشين في المخيم. فهاي شغلتكم انتم حاليا هني. وتؤجرون على هالموضوع. نعم. يعطوكم اجار ما ببلاش. جزاكم الله خير ويزاهم الله خير. يعني انتم ما بياسين بس لهالشكل، حتى الوظيفه مجهزين لكم اياها والشغل عاطينكم. يا الله خير. وانتم اصلا تستاهلون، ما بهم ما يقصرون، انتم تستاهلون. انتم فيكم ابوي يد لك، يد درسنا ولك يد اشتغلوا يا هاليتنا. عم كد آزرنا وكد يعني ولك خال دكتور كد نفعنا نحن ونفع حاليتنا نحن. فلذلك هذا نوع من رد الجميل. أقول لك أنا يا أبوي أتبعك من ساعة. تعال. أنت كم من سنة موجود هنا عندها؟ والله شي 3 سنين. أنت سوري؟ سوري. أنت شو شغلك هنا بالضبط؟ نعبي المواد غذائية ونوزع. أها. ملابس نوزع غذائية مثل ما يأمرون أو يجي يعني مثل الأمر التوزيع. من 3 سنين انت؟ اي يعني مدة طويلة ما شاء الله يعني. اي وانت اهلك هني عائلك؟ الجوه عائلك كامل هني وربكم مبسوطين؟ الحمد لله نحمد الله خير. اللهم امين. دخيل الله. نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله ان الله يعودكم يفككم من هالمكان وتردون لبلادكم سالمين غانمين. الله يسلمك. هذا اهم شيء. معلوم ان المكان هذا زين وهذا موفي وعلى الله يبيض وجهه كل الجماعة القائمين عليه. يا خير لابد ان الانسان بلاده والله لو صندقه لو اعيش في ذره في ذره بليوته ابركلي عن الجنه بعينها. هي عن الجنه مقصود عاد فيها الجنه اللي هي المزرعه. هذا هو المقصود الجنه. حبات قبل تقبضوا لي ليش خيرت ما ادري شو بعد وايدين ترى الملاجئ. هذا حاليا شو بارك الله فيك طالت عمرك. هذا قسم الملابس يوزع طالت عمرك يحصى على جميع اللاجئين. الصيفي صيفي والشتوي شتوي. هذا حينك ما شاء الله ما شاء الله. ها متى واصلات هالاشياء؟ هذه الشهر يطافون شو سويت الشتاء؟ اي نعم. ليش يقولون بس برانيس و ابوي بس برانيس وخيام؟ يقولون بس برانيس وخيام. 4 شاحنات كامله بمواد غذائيه. يا سلام. ملابس شتويه. يا سلام. اها. في الفراير سوق في ملابس لخاصة فصل الشتاء وزعنا على العوائل كلها، غطينا العوائل كامله وهذا الموجود ثانيه ان شاء الله. جزاكم الله خير. ما نبغي نكود عليهم مره واحده. جزاكم الله خير. تدري ان اذا تكود ما في فايده. معلوم. لكن نعطيهم مستحقاتها. جزاكم عندنا الله. نظام سيستم عاملينه مصدق عليه طول عمرك من قبل اداره المخيم هنا. معلوم. في واحد ما يحصل نصيبه. فلذلك لما يجينا الشخص يقول انا ما استلمت على طول نفتح السيستم عندنا في الكمبيوتر نقول تعال رقم الزون تاري. رقم العائلة اللي هي مصروفة له من الأمن الأردني موجودة. زين. وتاريخ استلامه موجود. فلذلك ما يقدر يقول حاجة. اللي أهم من هذا كله نحن لما نوزع عليهم ما نصرف عليهم ما نصرف عشوائي على أساس يقول أنا أعطيتوني قسم صغير. نعطيهم قياس تطري. قياس. كل حد بقياسه. يقيس وياخذ. يا ربكم الله يا ربكم الله يا ربكم الله. جزاك الله. هذا ملابس نساء. يكتب قسم مقسم. هذا مقسم. هذا ملابس بنات. وهذا رجال. ابوي هذا كل اللي عديته انا ما سمعت دخيلك سوي عاده. ابوي وايد ترمسون بسرعه. القوم تروخكم. طول عمرك. هي. كل شغلنا هنا. نزيل. ونحن سبق وخذنا الايزو وان شاء الله نبي ناخذها مره ثانيه. مبروك تستاهلون. كفو. انتم شايفين كل متطلبات ايزو جاهزه عندنا. جزاكم الله خير. بطلنا هنا عندنا اللي بدينا نقرص مثل ما تشوفون هاي المخبوزات الجاهزات.
للتوزيع مختلفة لكل عائلة طرد. لا 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 وين الحين افتحوا لنا ابوي واحد من هال من هالقراطيس نبي نعرف شو داخل هنا الحين. فالك طيب خله يمل على هالتطلبات يعني شوي الغريبه لكن ما عليه عندي فضول. لا ما يهمك هذا برنوس. يا سلام ارضيته بيضه يلفوا بهن ابوي المكسار حق المعاريس زهاب ما شاء الله ما شاء الله. هذا كله حق عائله وحده. اكل ماله كيف ياخذ اكل ماله؟ هذه نفس الطرود اللي وزعناها بعد هاي نفس اللي توزعنا البارحه؟ نعم جزاكم الله خير. حتى لبس النوم مع الاطفال مكابار الاذن. افتح الحراره هاي الطبقه هاي هذه قفازات دخيلك دخيلك. يا سلام يا سلام يا سلام. لو رمضان هني ابوي لو انا مرمض هني لا لا ندبهن لين عينهن الا هريس ريد رمض هني. ليش لا؟ رمض ليش لا؟ ابركم تمر علي رجلي رمض ليش لا؟ اتشرف اتشرف وابركم ساعه حد ما يبل لير الناس ابوي تتمناها اللير. كل موجود ابوي اعاده تسويق حق ذهنتي وبزاري. الكل موجود في الطرق مسجل هنا ما شاء الله ما شاء الله موجود. ها كيف الطرد موجود في هذا تبارك في كل كل كيس منها. $1,500 أسبوعياً. نعم. غذائي والملابس. نعم. وقت ما تكون متوفرة لكن في حالة يكون عندنا نقص لا. في طول عمرك شوية أوقات تحصل إن أمنياً ما نقدر نتحرك برا خاصة لما تصير في حاجات أمنية ويعلمون الأمن الأردني إنه في حاجة ما نتحرك على أساس إنه محافظة على الجروب اللي عندنا. سلامتكم. من فعلاً سلامتكم أهم. حافظكم رب العالمين. آمين أجمعين. حافظكم رب العالمين. تنتمون الى دوله مجدمه مجدم الحسنات يسوف اليمايل. انت ابوي البلاد اللي انتم تنتمون لها مجدمه خير فضيل من سوات الدب العالمين حافظ انها وحافظ اهلها وحافظ متطوعينها حكومه وشعبها. ويعلى الله يحفظكم كلكم ابوي مره الحاضرين والغايب. الاحمر اللي خارج هالبلاد ما بالله في هالبقعه اللي في كل بلاد في الدنيا العوده الله يطرح البركه فيهم. الله يبارك فيهم ويخليهم. جزاكم الله خير. الله روح ازهاب معاريس. ما شاء الله ما شاء الله. يا الله ينفع الشر والبلاء عن كل اللي تصدقه وطرشه وحطوا المساعدات. فوق هذا فوق هذا الشيء بعد في عندنا دواشق بس ما مخلين في مستودع خاص فيهن دواشق. نعم حق بنفرين اللي معرسين قصدك. هذا اهم شيء. يا رك الله يا رك الله. يلتف هو زوجته ما يحس بالبرد. اشكر فنك يا زعب. يصور ابوي يصور ابراهيم يصور احنا ما قلنا منكر. الجماعه نبغى يكون عرسك بعد اليوم يا رجل. حبيبي بتروغني ام محمد. نحن ما نقول الا الله يطول عمر شيوخنا ويحفظهم ان شاء آمين. الله امين امين. هم تاجنا وهم فوق كل شيء. اللهم لك الحمد. هاك ركس شوف انت لا تقولون يا بيهم شيء بهبهو ولا شيء ما يتشاهد. ها كلم الزين يا ربي عباره شيء سوي دعاية حق كركس. انا صورة جماعية كيف بدنا نصور جيز الله يحفظكم جميعا. آمين آمين. بيخليك يا أبو هند بيخلي الجماعة والشباب الإعلاميين كلكم أبوي تبع الهلال الأحمر والفرسان ما تريد سعيد. طبعا مثل ما أنت تشوفين المستودع اللي قدامنا هذا نحن نحول المواد من المستودع الرئيسي لمستودع الصرف. هذا مستودع الصرف ندخل فيه العوائل كل عائلة والأبناء ياخذوا مقاساتهم بالضبط على اساس انه ما نعطيهم شيء اكبر من حجمهم او اصغر من حجمهم. يقيس هني وياخذ مقاسه ومن ثم يطلع. جزاك الله خير. انا بس ما عندي ارسال ولا كلكم؟ كلنا. تدخل العائله بعد ما تدخل يستقبلونها الشباب هنا يسجلون.
افتح الباب شوي الله يخليك. تستقبل المستقبل. ما علي بس يسجل. تستقبل العائلة هنا. يسجل رقم العائلة. رقم الكروان ما يلو. بعد ما كذا يجيبوا لهم المقاسات. يروحوا يقيسوا. ومن ثم يستلم يوقع اني انا استلمت مخصص قدامه يعني ما نغطي عليه شيء. معلوم. انت مخصص لك كل عائلة مخصص لها مثلا جاكيتات لكل شخص واحد. ملابس داخلية لكل شخص مثلا طقم. نعم. ما يخص النساء ما بنتكلم فيه بعد اشياء. الاطفال موجود. ما يخص الرجال موجود ما يخص الاولاد موجود. كل واحد يدخل مثل ما انتم شايفين. مجهز الكامل للتوزيع. هاي المرة الأجنبية ذكرت أن المخيم الإماراتي يعتبر 5 ستار. وهذه الشهادة من أغلب الصحف الأوروبية. عينة من هذه اللي هي دواشق الاستراحة لكن دواشق الرئيسية. هذا أبو نفر حين أبو نفرين هذا هم مني أنا. هذا أبو نفر أبو نفر أبو نفرين هناك. إيه هذا أكوي. هذا بعده يوم هو عزوبي. هذا يوم عزوبي. ومن يعرس يسوون ما دون البخار العود. أكثر شيء نستخدمه حق الصارية. خلهم يصير هناك. إنزين؟ لا ما. نحولها من هناك. نجيبها هنا نعقب. هذا ما شو ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تقولوا كله أبوي مفنش وكله كشرة وكله مبغى ها جديد لنك تبارك الرحمن. كل جديد لنك ها قراطيس ودنيا لا تحرون شيء أبوي مكدود. يودون ابوي شركات غير يسوي اعاده تدوير ليه جسمونه في المعسكر الاماراتي الاردني كل جديد لنق ها شوفوها يتصالق بكبره نقموني قال ابوي هذا ما بمعسكر هذا مخيم يسمونه زين مخيم يدروب يغلط شنو المشكله يعني متوحد ياسين لي على الصراط المستقيم هاك ياسين زين يا ابوك هذا فنان عشان سايزك البس اليوم حق العرس اي والله تعال بدل ما العرسان اليوم اي اليوم بتعرس انا يا رجل حق العرس هذا هاي الحين اللي بدل هاي حق العرسان اللي بيعرس واحد واثنين صح؟ لا لا من الاعراس اليوميه يعني العاديه كل اسبوع اسبوعين تعطونهم بعد نعم اعطاكم الله والله الستر والله الله يستر عليكم وين ما جبلتوا؟ وينك يا المحرمي؟ وين عاطني هذا واي فاي من عنده؟ ترى شيء جنريتر بعد عمومي من تنقطع الكهرباء مالت الحكومه شبكه هاي كهربتهم تماتيك ما شيء وحده هنتين غمض غمض برج دقيقة في جيل يا رب ارحم ردت الكهرباء هذه ها شوفوها الماكينة تما هاي من المكاين الكبار كبر ابو ظبي هاي ماكينة هذا هذا عندنا اثنين سوبر ماركت موجودات سوبر ماركت بكم كبره ها مسوي لهم سوبر ماركت كم كبره ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم سلام يعني الله يعافيكم ياجركم ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ماركت رقم واحد بعد من الزون الاول للزون الثاني ما شاء الله ما شاء الله الله ياجركم ما شاء الله زين ربها الاسعار موافجه شو الاسعار الاسعار مليحه مليحه شيخ مليحه انت مليح يوم انت مليح الدنيا كلها تفضلك ان شاء الله الله ما شاء الله ما شاء الله هذا بلاد هاي روحها بلاد قولوا لي انبوني متردد كان اي في رمضان ابوي معزمه اي في رمضان هاي سوق الخضار ما شاء الله السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا قسم من كم قسم هذا من الزون الاول للزون السابع كم قسم عندكم من هالنمونه ثلاث اقسام ما شاء الله تبارك الله انتاج اردني انتاج الاردن نعم ما شاء الله يا اللهم اجعلها ارض مبروكه ان شاء الله دوم ارض مباركه يحفظ ان شاء الله حكومه ملكهم ويحفظ هي والله مالي طلع دوم في الاسنان هي والله يا ربي نعم شيء بطاقة تقدم حق كل عائلة وكل عائلة لها بطاقة من هالبطاقة بطاقة نزيل حسب العيلة نزيل والعيلة من ال 15 تحت 20 نزيل وتيجي لهم تشتري من السوبر شو بتحتاج بتوخذ منهم مدفوعة القيمة دغري مدفوعة القيمة فورية من الهلال الأحمر من الهلال الأحمر يعني محليون حين يحاسبون هالكاشير اللي خارج حق خارج على البطاقة يعطيهم مثل الكريدت البطاقة بارك السوبر ماركت بالمبالغ الماليه ايوه هي هاي ككريدت عند البطاقه هاي مبلغ وقدره لكل عائله معلوم يرسل لنا الكشوفات ونصدق ان ندفع له المبالغ حق هل بالسوبر ماركت حق السوبر ماركت نعم لان عندنا اثنين سوبر ماركت هذا
الاحجام نفس الاحجام ونفس الموجودات ونفس الاداره ونفس كل شيء. كل سوبر ماركت ادارته خاصه فيه بروحه. هي هذا سوبر ماركت خاصه مش مال الهلال. ايوه هذه خاصه تنسيقنا وياهم. هي استخدام البطاقه هاي بطاقه السند. هي نعم في كل نهايه شهر نحن نعوضهم بالمبالغ الماليه اللي هم عمرك الحين. نحن نحن الهلال الاحمر. ايوه نحن يعني الهلال الاحمر. نحن الهلال الاحمر. بارك الله فيك بارك الله فيك. انا يعني ما اقول لك انا شخصيا بقيت يعني التصحيح زين. تصحيح ان الهلال الاحمر. فانا ما اقول لك نحن. هي نعم. نحن هذه تمثل الهلال الاحمر. جزاك الله خير جزاك الله. والهلال الاحمر الامارات العربيه المتحده والمحسنين اللي يصدقون هم كلهم المحسنين مواطنين او غير مواطنين اللي يصدقون ويعتظهر صدقاتهم حق هل بالهلال الاحمر. وين شو الحين شو اسمك انت؟ خالد. خالد والنعم اسمي والله والنعم علي النمر. شو جاي تاخذ؟ وين بطاقتك الحين انت؟ هذه بطاقتك. ايوه بيبي الحين الشاب هذا الولد اعطاكم البطاقه. اعطاني بطاقه انتين وعطيته اخذ السمان اللي هو يباه. ايوه دقيته. ايوه هاي من المبلغ من لا لا الموجود عندهم. موجود عندهم 20 قرش من المبلغ الموجود بالبطاقه. جزاكم الله خير. البطاقه هاي النسخة هاي تتم عندهم هم هل بالبيت ونسخة عندكم انتم؟ لا احنا في الجهاز. الجهاز جزاكم الله خير بارك الله فيك. يحسب على المبلغ هذا اللي في الكريدت هذا يكفيكم انتم؟ ايه؟ يكفي الحمد لله. جزاك الله خير الله يحفظ حبيبي. تفضل تفضل. انتم داعينكم اليوم على العرس معزومين؟ ايه معزومين. وشو رايك في العرس؟ شو رايك في العرس؟ رايتكم عالية. ياك الله. عالم ابوي اللي جاي اليوم وهالقرقعه اللي تشوفه مخصوص حق العرس. نحن جاي نحن جايين نزف العرسان 40 ادمي جايين مخصوص حق العرس. شعب مصاب رب العالمين ان شاء الله ما يجيب الكسر والشعب هذا الله خالجنا راس مرفوع ولين وناقه صالح بيتم راس مرفوع اذا الله راد ان شاء الله. بتعرسه ان شاء الله. لا 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 كم متنف ما عثرها حتى. لا 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 تعرس حينه خف 40 كيلو عقب ان يوزك. الحمد لله هاي ممنوع يعرسون حين ظهر امر لازم الريال يغدي وزنه بين 70 و78. ها والله راعي سوبر ماركت يبي يعرس وياه. ها شباب يا هالو فقارة مقتبل العمر بيعرسون هو حشر مع الناس عيد بعير كم كبرك خب 70 كيلو. يلا يلا ما شاء الله مشهور مشهور مشهور. هذا ابوي هذا ابو سلام متبننها. انت تعرفين اسلام؟ واسلام شو تقولكم عن محمد الفلاحي؟ شو تقولكم؟ تعال انا شو تقولكم اسلام؟ صورهم صورهم شيء تابع. ما شاء الله انت اخذت سلام ها؟ لبستي نعال؟ بعد عيناوية؟ ما شاء الله تبوي يا سلام لبست نعال عيناوي. الحين مفاجأة. مفاجأة هلا؟ مفاجأة هلا داخل. زين زين. هاي صالة الافراح. هاي صالة الافراح وفيها ان شاء الله مفاجأة للضيوف. يهادون يقولون شيء وانه مفاجأة، الشيء المفاجأة الله اللي يعلم. Hold the spot,
هاي هنا الجناح الرسم عندنا هنيك جناح رسام عالمي مواصفات عالمي هذا الشاب اللي هو حساب هذا الوطن العربي يعني ما شاء الله يعادل احنا نهتم فيه وندعمه بنوفر له كل وسائل التعليم شو جنسيته هو سوري يعني كلنا سوريين احنا متطوعين أيوة. بس الاشراف هلال الاحمر امارات لا مره ثانيه تفضل هاي البنت صماء عمرها 27 سنه ما شاء الله احنا متبنين هون بندعمها بالدفاتر الرسم هذا كل المجموعه اللي موجوده حاليا من ضمن ضمن اللاجئين هاي كله لاجئ كل ما في بس أيوة. اداره الهلال كلنا سوريين لاجئين بالمخيم وانتم موظفين هل المجموعه كلها مستغلي نعم. قدراتهم هنا وفيهم سيادة شعرية بتصير بالمخيم ما شاء الله. كله موجود هون هاي اختنا هون أرملة ما شاء الله هاي هون كمان دفتر رسم 5 نجوم عنده ندعمها على كل ال ايوه خليك هذه الصورة لسمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس الهلال الأحمر الإماراتي على الله يحفظه متى هذه الصورة وقت افتتاح وتدشين المخيم الإماراتي ذات هاي الصورة ماخوذة وقت تدشين المكتبة المكتبة هاي اللي نحن فيها المكتبة هي المرسم والمكتبة كان موجود هو على الله يطول بعمره ويحفظه ثاني هو الألعاب الذهنية وهذا كله حق شباب ما شاء الله هاي الشطرنج هون هاي هنا تركيب خرائط كفو يستاهل يستاهل ابو سلطان كفو والله الاصمعي الاصمعي بكبره الاصمعي هذا زين يلا شعري ارض صد يا جدانه الماء والزهر معا مع زهر يقضي المقري ولو لي فكم فكم سينقلي او قيقلهم مزيرهم قد صفتهم وجنتي فجري فقال لا 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 فقد غزا مهرولي والكود مال طربا من فعل فولولت ولي وليا والولي فقلت لا تولولي فبي
هاي ابوك لو في بلاد ثاني ها بيغدي شو بيغدي ابوك امبراطور ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن يا امارات السلام سيرك ربي بحله زاد عشقك والغرام زاد اللي مد ظله في خليفه لك وسام يا احدى عيادك زياده فيك اوصاف الرياده سيرك ربي ودار زيدا والشيخ راشد عام 70 و1 الحين هذا تو عد قصيدة الأصمعي وهذا اللي عد القصيدة الترحيبية ما شاء الله تبارك شو اسمك أنت؟ صفر وأنت؟ يطلع على طلعات وعدنا الجزء هذا خاص بالمغفور وبإذن الله تعالى الشيخ زايد الله يرحمه إن شاء الله يطلع بما يخص الشيخ زايد الله يرحمه ومن ثم السكشن الثاني اللي هو خاص بالأطفال هذا المكتبة هذا السكشن خاص بالأطفال السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك حبيبتي الحمد لله شو اسمك أنت اسمي ريم ريم وانت ريم حبيبتي وانت ريم وانت ريم الله يحفظك انت حاليا اسمك شو ريمان ريم وريمان ريمان اسم الدلع وريم اسمك الاصلي شو رايك موافق ليش تحسين نفسك انت مميزه من بد البنات اللي هني انا ما بحس حالي مميزه انا مثل الاخرين بس انا عندي رفقات وصحبات وما يعني ما اعتاز لحدا بعمري وبحياتي وامي وابي والله ما مقصرين معي الحمد لله منو اللي استشهد عندك انت؟ انا بس اخي كريم وهلا عم تربيني خالتي وعمي الله يخليهم امك وابوك توفوا حد خبرت عن وفاتهم ولا شفتيهم انت؟ لا عمي خبرنا قال لي انه بدك ابوك قلت له بعدين اذا هلا يعني ما هون بعدين اي وقت توفوا واعليهم يعني وقت القصف يعني ايه واعليهم براندو هن بدهم يفجروا يعني الارهابيين هيك وقتها صار صرنا نبكي وقتها كله صار الحمد لله كانت انت مبسوطه الحين كثير الله بيعوضك ان شاء الله الخير ويعوضك الجنه والله بيعوضك الجنه علشان انت صبرتي وربيتي يتيمه وان شاء الله ما بتكونين يتيمه ان شاء الله لا بعد مع خالتي ومع عمي ما بحس حالي يتيمي الحمد لله الحمد لله حبيبتي هل تشوفي في تقصير من المخيم الإماراتي الأردني يعني بما معنى هل أنت مبسوطة أخوان إيه مبسوطة مبسوطة وايد لا شوية كتير الحمد لله فرحانة يعني إنه في عالم تهتم فينا ما ضرب وتعذيب وسجن الحمد لله أما هون فرح ومرح قصص وبا قراءة رسم كأنهم أعجاز نخل خاوية مخلي لهم هذا قسم خاص مال اليهال بنيات العلم منهم كركب شو اسمه هذا اللي يشتغلون البنيات هذا الصوف هي لك شو اسمه ذاك النون النون لا شيء اسم بالكاف الذكر شو اسمه ما ذكر بالنون ذاك اسمه نون الخشب ايوه وهالمشغولات هذه يشتغلونها شو تسوي بهن؟ نعطيها هدايا ما شاء الله بارك الله فيكم في يا مرحبا كيف الحال؟ بتصور وياي ها انا نعم. بكبري بصور نعم. وياك نعم مره لدورك دوره مصطفى انا بصور وياك حجمك ربك يطول بعمرك امين ما جورين ان شاء الله ما جورين على هالتعب ماجورين على هالجهد انتوا تبذلون جهد عظيم الحمد لله ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى طال عمرك نحن نشوفكم في التلفزيونات يا غير ما نعرف شو الجهد
اللي انتم لكن الحين احنا وصلنا للمكان اللي انتم في الواقع على عيونكم. سبحانك يا رب يعني على الله ياجركم. هي اسمها قاعه الفسيفساء. كأني جالس في بيته في بيئته، كل حد عنده مهره ينمونها ينمون له مهرته، هوايه ينمون هواياته. الرسم بالفسيفساء اللي ينبغى ينفهم قصد الانشاء الورش هاي شغل وضع الاطفال. كل حد مسوي له مهره، كل حد مسوي له وظيفه، يعني عسب ما يلس الواحد لا شغل ولا ضمنه، لا كل حد يشتغل، كل حد يكد على هله ويكد على عياله، يرفع من دخله ويرفع من انتاجه، يعني ما بالله ميلسين ياكلون ويشربون، لا يشغلون عمارهم في كل كبير وصغير. ولوحة من الفسيفساء حق الهلال الاحمر، باسم الهلال الاحمر الاماراتي، عامل الهلال الاحمر الاماراتي محمد عتيج الفلاحي، طبعا هديه جميله جدا. أنا سعيد والله إني بالعكس سعيد إني يعني فخر إن تكون هيك لوحة. دكتور لوتي من وراها مني بينهم بالنص. أيوة مشكورين بصراحة، عمل جيد ممتاز وشرفي. الله يجزاكم خير. أصلاً الأيادي العاملة السورية معروفة بالحرفية بصراحة في كل شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أنجح الأيادي العربية بصراحة حرفية. نعم كنت في لندن وانت تابع مياه في لندن؟ في لندن ما شاء الله عليك. قبلها يوم كنت انت ويا اخوك عمر اللي في تايلاند. هي بارك الله فيك من زمان يعني الحين طال عمرك نحن بنعرف القهوه هالفنانه منو اللي خدمها عندكم؟ طال عمرك عندنا شركه هني. اي نعم وهم مصرفين الهلال الاحمر. اي نعم هاي اللي تيكم انتو حمسة القهوة تيكم حموسة من العاصمة ولا تروحكم تحمسونها؟ لا طاف المطميوب ولا نجاح ياس. انا قلت الحمسة بوي حمسة هالبلاد. عصمت يد من حمس وطرش لا عصمت يد من حمس وطرش لين هالبلاد. قهوة فنانة عليها رأيها يا سلام. قهوة الولايتية اللي يطرونها تمام. قهوة ولايتية تعرف شو القهوة الولايتية؟ اه والله القهوة الولايتية يعني رقم واحد ممتاز يعني. ولي انت ولي يا الولي يا الولي في حاسدينك انك يالس عداني. قلت ولي يالس عدان ولي. اخبار طيبه من عندك؟ نعم ممكن ما تاكل لحم وايد. زين شوف لك سمس صبرين يا رك الله يعلك بس شوي بعد الفحم. لا اسمك يمناك لا اسمك. هذا احلى شيء سويته حقي سمك. نعم وفي هالبر هالبر وفي هالبروده يا سلام سلم يا سلام سلم. شوف باك دي فلي معلم عيوني بويتي اشكرك يا ليل معلم مره معزوم طال عمرك متى بتينا ومعازيمكم نحبهم طول دم ولحم ونسب وياكم من مليون سنه. اشكرك وفي عامل مشترك بيننا وبينكم اللي هو هاك الشغل اللي هو المياح. الحين الوالده وين على الوالده طول بعمرك سايره بانكوك البارحه طايره هي وتسلم عليك سلام كثير وتدرها اني انا موجود عندك. ها شافك عندي الحين صورته هي هي الحين اللي صورته وياك حالها ميلسه ما شاء الله على مركوز على الاسنان يا على السنان وشافته عمرها ويحفظها. نعم وتسلم عليك عليك وعليها السلام. يا مرحبا بفضل من الله سبحانه وتعالى عندنا 7 طلاب دخلوا الجامعه من المدرسه هذه ما شاء الله. اينا 7 طلاب نحن بالطبع على اساس ان احد يفهمنا غلط ان المدرسه الهلال الاحمر جزاهم الله خير ما مقصرين في كل حاجه كل ما دروس تقويه خصصنا لهم مدرسين فصول خاصه بالتقويه للطلاب خاصه طلاب التوجيهي على اساس ان نرفع من مستواهم مشان يكون في تناغم العامه اللي في المملكه المدارس المناهج مناهج المملكه نفس المنهج المملكه والمدرسين اردنيين ما شاء الله التقويه. ها استعنتوا ببعض الاخوان من المخيم. نعم حق التقويه. نعم نعم ويصرفون لهم رواتب وكل شيء. نعم كل شيء تصرف له رواتب وحوافز. نوع من الاخوان متابعين المدرسه من ضمن طاقم الهلال يعني من ضمن مجموعه الهلال متطوعي الهلال يقومون اذا حاجه صعبت علينا مباشره نخاطب ادارتنا في ابو ظبي اداره الهلال في ابو ظبي وجزاهم الله خير ما مقصرين عندنا في اي حاجه. الجامعات راحوا جامعة الزرقاء ما
شاء الله نيها. ان شاء الله ندفع لهم. نعم تدفع لهم عن طريق الهلال يدفع. تدفع اذا المتفوقين سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد امر فيها، وان شاء الله بتشوفون على ارض الواقع الحديقه متكامله وملاعب سلام عليك يا حجه، مساك الله بالخير، يسعد لي مساك يا الشيخه يا بنت الشيخ، على الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يطرح فيك البركه. الشيخه بنت الشيوخ، ليش انا قلت لك بنت الشيوخ؟ ويهك ويه الشيخه الله يعافيك. هي وما يابك هني الا الشديد القوي، سبحان الله ورب العالمين بيعودكم ان شاء الله خيركم. الله بيعودكم ان شاء الله، منصورين مجبورين الخاطر بجاه اللي ما تنام عينه ان شاء الله يا رب العالمين، وانتم بخير وسهاله. تكون من قصور ولا شيء، احد مقصر بشيء ولا؟ والله بنشكرك كثير الحمد لله، شكر لله سبحانه وتعالى، الحمد لله شكر لله صح، الحمد لله والله الحمد لله كل شيء. عافيك ويعفو عنك ويعفو عن كل مسلم ويفكك كربة كل المسلمين ويعودكم بلادكم سالمين غانمين يا الله. آمين. شكرا هذه بطولة عمرك الموقع الثاني للألعاب الموجود في المخيم. نعم عندنا ثلاث مواقع وفي ألعاب مثل ما أنت شايف مريحانات كذا، هذه خاصة للمخيم أطفال المخيم يلعبون فيها. جزاكم الله خير. انت كمال تبى كوره انت؟ ما يبوا لك كوره؟ بيبون لك كوره، ابوي الله الله فيه بكوره. وانا طيب الكوره موجوده. هي واحد يسدك لو كورتين تبى؟ كوره واحده. واحده شوف قنوع الولد. الولد قنوع، شو اسمك قلت لي؟ كمال. والنعم بك يا كمال. مو مطر. لهم كوره عشان نلعب فيها. خلاص عندهم مطر ها؟ يلا الله الله فيهم بمطر. عندكم في المدرسه تراهم. ان شاء الله بدل الكوره. اذا ما جاب لكم كله في المدرسه عندكم. زين؟ لا الدكتور الحين ترى تعب من 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 المشي، فقال حي وحاي وبيع مسابيح. هذاك العب منه، احنا ابن صغار. هذاك كبير وتدرب واجتهد وصل. انت لما تذاكر وتجتهد بتجيب باكر ان شاء الله لما تجيب نتيجه في المدرسه وتتمرن في وقت فراغك كره، ما مش حتكون لاعب؟ حتكون لاعب. يعني لاعب ومثقف اخير من لاعب غير مثقف، شو رايك؟ احسن؟ احسن. بارك الله فيك. ما شاء الله. كل ما اسال حد شو اسمه قال لي كمال، هذا كمال، هذا كمال. محمد. انت اسمك محمد؟ لا لا انا اصور كلها ما شاء الله كمال. لا صبروا يا بتفيزر في النصيف، صبروا حد يصورني. أدبارك على سابعتي خوز ها برك على سابعتي ما شاء الله عليه. شو اسمك انت؟ اكل بعد يعني ما تعال شو اسمك انت؟ مريضة زي والمريضة ما يرمسون وياها، انا عندي اخو شراتة رقم حسن وابوي بخرني ولا ابوكم ما فيني. الحين وين سايرين؟ سايرين بقعتن، انا وايد عندي ميول لها، المطوابخ الرئيسية. شو اتضح انا سنين هالوقت كله شو اتحرى؟ اتحرى يا الله يحفظكم انه المطبخ المطبخ رئيسي يطبخون لهم ويطعمونهم. طلع لا الله يا الخرس انت زيقتني، نقع حاله يسمونه كتكا شو اسمه هذا بفكيه، شو هاي اللي نقعته؟ بالون. بالون ما بهيني نقعت وراي هذا اللي والله انه فلخني تحدى ابوي ينقع بيه يبغي ريال تصوره هذا ها. يلا غن غنية عاد كان تبغى اصور حاجه نشيده قصيده كان تبغى اصورك. يلا غنية هاي غنية شوي على الله يحفظكم. كل آدمي في من هالوادم اللي موجود حرمته تشتهي تتهلع تطبخ له روحه يعني. الحين كم فيزر انك يخوز احنا نطري الحرمه لا تطبخ انزين، فكل حرمه ابوي تطبخ حق رجلها وحق عائلتها روحه، هذا حسب الرغبه. ابوي كل حرمه منهن يعني لها طبخه معينه ولها خدمه رجلها مشتهي الشيء الفلاني ولا ولدها ولا اللي كان يعني. فالحين ابوي الحرمات يا اللي سافر عندهم نظام هني لقمه وقرمه هني. لا 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 ما عندهم لقمه وقرمه هني، هيلا بيس تكويد حليلهم. جزاكم الله خير ابوكم ما شاء الله ما شاء الله.
كل شيء كل شيء يبوي نظيف وكل يلق وكل زين وكل غاوي وبياض الويه والله يرحم والده بدال الله يحفظكم ما يسوونهم شيء اكل مال غصب عنكم شرت مال البندره لا كل حدر كل حرمه من هالحرمات روحها تطبخ ابوي حرمه ابوي يوزلها طبخه معينه روحها تصير تطبخ يعني مش مجبورين ياكلون اكل البندره اصلا ما شيء اكل البندره عندهم كل حد ابوي سيد بقيده شيء تيامعن كل ثلاث اربع عوايل في حرمه وحده تطبخ يسوون ورديه اتسويت صفقه وياهن ورمست وياهن لكن ما طاعني اصورها قال ابوي المحن ما نبي احد يصور هالعرب اللي تشوفونهم انتم هالالاف مؤلفه هاي ابوي ناس وعرب وقبائل لهم عزوه ولهم دار ولهم علم وخبر يشقون يرقعون في لهم ساس وسند وبند وهيكل وبازوند وعلم وخبر يعني الناس اكله فيهم منهم من شيخ ومنهم من مليونير ومنهم من غني منهم من تاج مصايب هاي اللي استوت في بلدهم والتفكك والقال والقيل والرمسات هاي اللي هي اللي تاثر منها منو هالفقاره وحليلهم بالقلاقل والفتن تم ابوي يصرحون ويمرحون واللي استادوا الشعب يعلى الله ان شاء الله ياذي من اداهم قولوا امين امين وراي انتم؟ قول امين لا جزاكم الله خير انا ما شفتكم سامحوني امين على كل مسلم يا رب العالمين شغله انت ما شيء كبرها ليش تنقح هذا وراي مساعة؟ نعم ليش تنقح هالشلق وراي؟ والله انه فلخني بالحديقة هذاك الكورة اللي نقعيتها وراي الله والله اني يمت من الخوف روح ازيد بعد شو تحرون انتم ما حمدان بن زايد الله يحفظه مثل ما انتم شايفين الحديقة هذه فيها العاب اطفال فيها اماكن جلوس وفيها مسرح والمسرح ان شاء الله العرس بيسوي في المسرح هذا اي نعم ان شاء الله ما في الصاله اللي تونا ظهرنا منها الصاله للنساء ايوه هذا العرس للرجال في المسرح الموجود زين زين والمسرح إذا الله جعلنا من الحيين مد تعتبر آخر توسعة هذه ومحتمل في توسعة ثانية لكن هاي الحديقة لآخر المخيم أنت ياك من الأمر حق تنفيذ هالمزرعة من فترة زين بأمر منو بالله عليك أمر الشيخ حمدان بن زايد الله يطول بعمره ويحفظه الله يحفظه إن شاء الله ويخليه آمين أبو اليتامى أبو المخيم اللهم لك الحمد الله يعطي طول في العمر آمين آمين, آمين. آمين. يستاهل يستاهل أبو سلطان يلا الله يحفظه بصير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن دايم شديد ادفع الله الشر والبلاء عنكم ادفع الله الشر والبلاء عنكم يا اهل بالهلال الاحمر جزاكم الله خير شديد يا ابوك منو يرومي صابيهم هالامم منو يرومي صابيهم حرام يا ابوك اللي ما يدري ترى ما يدري يتحرون لمخيم شيء بسيط روم يصابي هالامم امم الحين في بيتك 10 انفار ما ترم الصابيهم 7200 7200 تبارك الرحمن تسوي كنترول على هالامم وطالع ما واحد تشوفه ثيابه مسمله ولا شيء ما يشاهه كلهم تحرم اصبح عليهم عيد تحرم اصبح عليهم عيد على الله يطرح بلادهم يا ابوكم الشيء كله دخيل الله يردهم لبلادهم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كان تبون الصدق انقطع نياطي يستوى نمشي رياضي ورياضي اي رياضي تبارك الرحمن ايش السلام هلا هلا بك هلا بك مرحبا مرحبا السلام عليك يا خالة كيف حالك؟ كيف انت؟ السلام عليكم بنتي الله يحفظكم يسلم شو قداكم اليوم؟ مليحي 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 هاي عبارة عن شو طبخة؟ برغل برغل ما شاء الله تبارك الرحمن يعلم داخل العافية ويحفظك إن شاء الله إن شاء الله وردكم إن شاء الله لبلادكم سالمين غانمين ويحفظك إن شاء الله ويطرح البركة في ذريتك ويعودكم بلادكم منصورين مرفوعين الرأس ان شاء الله ما سوى الحين هذا المطبخ مجهزين في كل مكان حاطين لكم مطبخ هالشكل كل شيء انتم لكم خاطر فيه روحكم تسوونه ما تحتاجون حق زيد تطلبونه مش موجود في المخيم المخيم الاردني الاماراتي ما من قصور الحمد لله اللهم لك الحمد العالمين ويطرح ان شاء الله فيك البركه او شيء قصور ولا شيء غير متواجد من اللي تطلبونه ترى نحن مبصينا نفس
عليه، لو تبون اللي يكون امر من معازيبنا من ابو ظبي اللي تبون كله يستوي بامر الله. الله يحفظك. تحيات الشعب الاماراتي من الامارات لين هني، كله لكم انتم. ها تحيات مطرش وسلامات من الامارات لين هني. الله يحفظك ويسر امرك. يلا مع السلامه بنات، مشكورين ما قصرت. شو اسم الحلو هذا؟ عبد المولى. يا ربي مصعب اسمه، وايد صعب صعب هذا الوليد عبد الم... يا ربي مصعب اسمه. يلا هم. يلا 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 ان شاء الله. حاضري عبد المولى مسوي طبخة، بغيت اتذكر شو اسمها ما بعرف اسم طبخة تقل... صعب. وين وين مؤمن؟ وين مؤمن؟ انت تصلي انت؟ احلف والله. بس شوى تحريت ما تصلي، تحريت اسم على غير مسمى. بس زين يا ما كذاب. انزين الظهر كم ركعة؟ أربعة. كذاب. أربعة. أيوة ما شاء الله عليك. صحيح صحيح. الأربعة. أربعة هاي أربعة الكذاب. هاي أربعة. أربعة هاي الأربعة. العصر ثلاثة. العصر ثلاثة. كله يا ما كذاب كل الملاقي. كله غلط لي غشي. انت هي صلاه الفجر هنتين ولا بعد صليت انتين؟ بعد صلي هنتين. انت صلي الفرض ولا حج على السنه. ما كذبك ما كذب كذبك. اقرا لي سوره الكوثر. ما بعرف اقرا. ما تعرف تقرا؟ كيف تعرف تصلي؟ اربل اربلكم الله ما كذبكم. يا الكذب المكود. الورشه متخصصه في اشياء كثيره ما يخص ادامه المخيم كامل، من نجاره، من حداده، من كهرباء، كله هنا يصلحه في الورش. هاي العودة الورشة هذه هذه. هاي وحدة. تدخل إن شاء الله. تفضل. هذه الورش الصغيرة اللي تشوفونها. أيوة. الهلال الأحمر الإماراتي قسم الصيانة. صيانة شو عاد؟ بارك الله فيك. هاي صيانة كل شيء. كل شيء. بارك الله فيك. صحية. يعلى الله يحفظكم. جزاكم الله خير. حدادة. بعد. هاي المكاتب أول بادي. هاي المكاتب الإدارة. شو يدخل وشو يظهر. الصادر والوارد. وحنا داخل ترى هالورش العودة. الكبرة العودة. وهذا صورة الشيخ. يعلى الله يطول بعمره ويحفظه. حاكم عجمان. الشيخ حميد النعيمي. يعلى الله يطول بعمره. الشيخ ولد الشيخ أبو عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المعرض في بعض ما تنتج الورشة عندنا هنا، هذا إنتاج محلي. ما شاء الله. الفنيين شايفين إنتاج هذا يغطي احتياجات الأسر. نعم. يغطي احتياجات المخيم من جميع الأشياء، وإن شاء الله في خطة مستقبلية إنك في معارض خارجية ويباع لصالح الهلال الأحمر. يا رك الله. ليدخل من ضمن التمويل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كيف على اساس تتاكدون انت بكبرك كواليتي يا ابويا؟ انت بكبرك كواليتي. يا رك الله يا رك الله يا رك الله يا رك يا الله الكواليتي مالك. هذه ورشه النجاره يا اخوان اللي ننتج كل ما يخص المخيم، سواء طاولات، سواء الجبال، ابواب، طاولات مكاتب، خزانات ملابس. نعم بهذا المكان جماعة محترفين. نعم صراحة سوريين ابوي نضربهم لوصول. نعم. في كل شيء السوري وين ما تعقى يمشي. جزاهم الله خير. في البحر بر سن تبع كل شيء. على الله يحفظكم ويخليكم ان شاء الله ويردكم بلادكم سالمين غانمين يا رب. هذه الورشة خاصة بالكهربائيات. في الصيف نهتم بالمراوح لان حاجتها اكثر، وفي الشتاء مثل ما انتم شايفين كل المخيم. ما شاء الله عليكم. جالس انت عدل كمبيني العود، انت متدفي هناك في هاي المكان كله حقك انت. انت راعي الدفى بكبره. علي يا ودر هالعود تريوني. ما شاء الله. شو اسمك انت؟ والنعم 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 بك يا ابو شهاب ويا مرحبا بك. تشرفنا بشوفكم. ورشة الألمنيوم اسمها. ورشة الألمنيوم طول عمركم كل ما يحتاجه المخيم من أعمال ألمنيوم تخدم في هذه الورشة. نفس الشيء الكربونات نفسها فيها
جزء من الألمنيوم نستخدم منه هنا التصنيع. المادة الخام نجيبها من برا، لكن تصنيع هنا عندنا. تصنيع هاي الكربانات كله عندنا هنا الحين. والهال البيبات وكل شيء. كله هنا. ما شاء الله. يعني خبزنا في مكبتنا. نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل. قصر عنك الشر، قصر عنك الشر، ما يمك قصور. انزين وين من الاطفال؟ هاي اسرة الاطفال يا حال. ايه ذهبوا عاد كثروا وحين هاي سوريين. وذا واللي حرمت تربي تجيب اثنين ابوي هاي الما ما شيء لا شغل ولا ضمن الشتاء ومعاريس يداد. يا عثرتكم اسميكم كم بت كم بت اخوان هذه بالنسبه انا بدكم تكون من الحديد. نجهز القاعده مال كرفان هنا ما شاء الله هنا نجهزها. كل ما نحتاجه من اعمال حديد الحمد لله مستكفي. اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي. نعم. بارك الله فيك، الله يرحم والديك. الحمد لله. تفضل بنصير المستشفى 90 95% تبارك. الرسم هذا اللي تشوفه hey. من عندنا من المخيم. ما شاء الله. انا اول مره يا المحرز، محرزي اسمك؟ نعم. اول مره اتحداك يرمس اكثر عني. لا ما عليك باس، ما عليك والله. اول مره لقيت حد يرمس اكثر عني. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. محنك بيد. كل ما يحتاجه المستشفى من مواد طبيه موجوده في المستودع الطبي. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ماجورين ان شاء الله. هاني شاكيل شو ماله؟ المستشفى المتحرك على هذه الثنتين تريلات. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الرحمن. المستشفيات المتحركة تحتاج متى تتحرك؟ تتحرك وقت اللزوم يعني. اللزوم. الأخوان هذا المستشفى اللي عندكم هذا بتوجيه المستشفى اللي أمامكم حاليا، هذا بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه. وأنشي هذا وكذلك وظيفة له إضافات على ان شاء الله. طال عمره، طال عمارهم، طال عمارهم شيوخنا، طال عمارهم. الدكتور الحين عم بيكلمكم عنها. العون يجيك العون بيوصلك لين مكانك. بتيك هاك هيك الدواب الفنانه مريا الكامل ابوي بيوصلكم. من عندي حكم هني مخصوص. جزاك الله خير. كفو ما نذخر عنكم ذخيره. معازيبنا ابوي ما ذخروا عنكم ذخيره، ونحن ابوي نمشي على نهجهم ان شاء الله. الله يحفظهم. اذا الله جعلنا من الحيي. دكتور سيف خلفان الكعبي والنعم من قال، مدير المركز الطبي التابع للهلال الأحمر الإماراتي في المخيم الإماراتي. طبعا المركز الطبي هذا يقدم الخدمات العلاجية لأخواننا المقيمين السوريين في هذا المخيم. المركز سنة 2013 شهر 4 بالتوجيهات من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مو الشيخ حمدان بن زايد. المركز هذا طبعا بدأ مثل ما انتم شايفين هنا، طبعا تم الحمد لله تطويرها وإضافة وحدة الطوارئ، وحدة متكاملة سنة 2016 شهر 4. الوحدة هذه على كل ال ما يحتاجوا الوحدات المهمة طبعا محتاجينها اي مستشفى. وحدة الطوارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعد الاجتماعات طبعاً. ويا الكادر الطبي ماله. عندنا اجتماع يومي صباحي. بس لو الأنوار ما شوف. أشعة. بنشوف. هذا الأشعة. بس مشغل اللي. بانوراما. بانوراما مال الأسنان. وكلهن أبوي هلا تشوف المعدات شرات اللي في كليفلاند وشرات اللي في. المستشفيات المتطوره اللي متطوره في العالم، معدات متطوره في العالم واللي في الامارات، اهم شيء اللي في الامارات، قبل جت الامارات عقب ترى صارت العالم. يطيح السمان، يطيح غالي ثمن، واول بلاد تشتري شيء غالي ثمن هي بلادنا نحن، ما تهم هالبيزه في خاطر في شف هالدار. ايوه. هاي مش الصيدلية الرئيسية، للطواري، للطواري، للطواري. زين زين. هاي غرفة عمليات الصغرى. غرف العمليات الصغرى. زين. غرف العمليات اللي ما تحتاج غرفة عمليات تخدير العام. ايوه. هل البنج الموضوعي يعني؟ هل الشيء البسيط يعني؟ البنج الموضوعي البسيط نعم، اللي ما يكون فيها تخدير كامل. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير.
يعني كل المعدات الموجودة أغلى نوع معدات في الدنيا العودة وأجودها. شو السبب؟ الحكومة الإمارات ما تأخذ إلا شيء الزين، أول بادي همهم يأخذون الزين عقب يسألون عن السعر. شو السبب؟ لأن يدورون الزين وين ما يكون، لأن الشعب الإماراتي يستاهل كل خير. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ما شاء الله عليك. أنت من العرايس اليوم؟ أنا العروسة. ما شاء الله، عروسة مداومة. انت ما استفنا يعني انت ما افتكيتي. هذا ولا قسم الطوارئ اللي تكون فيها علاج طبعا حالات الطارئ. ما شاء الله، سلام عليكم. تزوج عندنا اربع اسره تقدر طبعا نتعامل مع جميع الحالات الطارئه والحمد لله. الحمد لله في وقت قياسي يا شباب. اللهم لك الحمد. السلام عليكم. ما قلت العروسه عروسه حبيبتي. ما شاء الله عليك. مبسوطين هني؟ كل المعدات الطبيه موجوده، ما في شيء ناقص. نوعيه المعدات اللي تيكم اشياء ممتازه ولا عاديه؟ اريد اعرف منيحه ولا منيحه وايد. منيحه يعني عمل فيها عظيمه يعني. الحمد لله نافع الله اكيد. الحمد لله. الله يعودكم بلادكم مرفوعين الراس اردنيه ان شاء الله تتمي في بلادك عيال. يسعدك ربي. الله يحفظك. يلا الله يحفظكم. مشكورين بنات، سامحوني. اقول لك في قسم ثاني خاص بعد حق الختان. هذا ممنوع قسم الولاده و ابني اكثر تقريبا ابني اكثر قسم شغال عندكم هون ولاده. احنا قلنا عن تقريبا ما شاء الله ما يوميا ما شاء الله ما... كل يوم. نعم نعم. واكثر الاسامي اللي تسمى شو؟ والله يعني هي عيبني هالاسم. الاسماء الحلوه يعني في زايد امارات. ما شاء الله حد سمى امارات؟ نعم نعم اسم امارات. ما شاء الله المعلومة حلوة. تفضل مولود قلت لي شو اسمه؟ حلوة. اي والله اسم جميل صراحة. يا تفضل. الحمد لله. ذكر عن مولودي بعد كذا مولودي طاح اسم الامارات. ما شاء الله تبارك الله. غريبة ما شاء الله ما شاء الله يا غير ييمك سبيطية يا غير ييمك سبيطية ما شاء الله في حضرة تبارك الرحمن. شو اسمك انت ابوي؟ شو اسمك؟ شو اسمي صراحة الخطيب ممرض ستاف نيرس. اردني؟ اردني. يعلى الله يحفظكم. عرس لو بتعرس الليله وياهم؟ انا يا ريت اعرس. تعالوا قدام تعالوا قدام تعالوا قدام تعالوا تعالوا قدام. صوره جماعيه. ها صوره جماعيه. اوامر. جزاكم الله خير مشكورين. مشكورين يا صبايا ومشكورين يا صبيان. صبيان لا شباب. ها صبيان صبايا وشباب. يلا بارك الله فيك. شكرا شباب. يلا الله يرحم والديكم. وماجورين هلك اللي بساعي تركبن عليهن السكسويلات هاي المستشفيات المتنقلة. يا تصورك يا تصورك ما تحاتي الا بطنك. ما بلاهم عشان ما يتغدون. بطنا ضعيف صغير. ما شاء الله شو ما شاء الله شو الابداع هذا كله خطير. ما شاء الله ما شاء الله. شعر عطى الحين. انت سمعت معلومات بدك تجين سوريا. المعلومه هاي صحيح ولا غلط؟ صحيح. كيف بتخلينا نحن الحين ما نصبر عنك؟ بيهون عليك انت الاماراتيه تخلينها؟ اكيد لا، واحس علي كثير لاني بدي اروح. انزين، كيف الحين بتصير بتودرينا؟ ان شاء الله هذولي اتذكركم. اصلا ما بننساك لان انت جايه الحين ياهل بس تردين حرمه، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن جايه صغير وبتردين حرمه. وبتردين بلادك وبتغدين بخير وسهاله. رجعون منطقتكم القريه اللي انتم جايين منها، شو اسمها؟ قنيطره. انزين قنيطره الحين امنه ما فيها مشاكل؟ ايه. الحمد لله، ان شاء الله عقبال ما تسوي سوريا كل تسوي سوريا كلها الفال سوريا كلها تكون كلها بدون مشاكل بدون اي شيء. زين حبيبتي يلا مع السلامه. سلام. الله يحفظكم. سهرين الحين مسوي لنا مايو بالغداء. الغداء على شرف بيكون سعاده سفير الامارات في المملكه الاردنيه الهاشميه سعاده بلال البدور. عادة بلال البدور يعلى الله يحفظه ما قصر متعني ومتكسر ومتيبر ياي لين هالمكان مخصوص ابوي على اساس نتغدى ضربه وياه. بين فتره وثانيه دومه يعني في تواصل مع
المخيم الإماراتي الأردني، دوم في تواصل، جزاه الله خير ويجعل في ميزان حسناته. الحين أبوي كل هالعرب أسلم عليه، يا غير أنا عاد بدور إيش قبل أصور عمري وأنا أصور أسلم على السفير. ما شاء الله على السفير. ما شاء الله على السفير. بمحافظ الزرقاء على الله يحفظه. مشرفنا اليوم وتشرفنا أبوي بالغداء وياه واستمتعنا بحديث مطول يا غير ما رمنا سلم. شرفت بوجودك اصلا بوجودي معاكم وهذا شيء مفخره وانا اول مره ازور منطقه المخيم وهذه جهود طباعك شو الطابع انطباع سعادتك والله الحمد لله رب العالمين هذه جهود مباركه من دوله الامارات الشقيقه وهذا طبعا مش بعيد الحمد لله جزاك الله خير تشكر على هالزياره وانت استانسنا بشوفك جزاك الله الف خير الله يسلمك ويا ابوي واحد من عيال عمي ابوي فرع الاردن اعرف الجماعه بس بعمره انا المذيع تحسين حاكم الخالدي من التلفزيون الاردني والنعم اشوف الزين ابوي زين بني الرزه انا من شفت الرز عرفت انك ابن عمي ايه دمي حنت ترى معليش الله يرحم والديك فرصه سعيده تلاقينا وياك على الله يسعد والله بوجودك جزاكم الله نحبكم نحن قبل الشيء وبعده اخوان واهل وزاد الحمى مثلث ان نحن ابوي عازمنا نسايب نسب ودم ولحم روابط اسريه حاليا بي السلام عليكم لا 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 الى قول لي لا هلا اخو برتر انا اريد هنا سفير فرحنا بشوفك وانا اكثر فرحت بشوفك فوق ما تتصور يا ستري اشوفك مكمل سنه انا شرف طالب من حضورك ووجودك في هالمكان اثلج صدورنا وزاد المكان بركه والفرح عازم فرحي تسلم وجودك جزاك الله خير جزاك الله خير والله غنيك وطول بعمرك ويعلن ان شاء الله دوله الامارات في زود وخير ونعمه ورخاء يا رب العالمين يطرح البركه ان شاء الله في جهود غريبه لا لا قلت انا ما شاء الله تبارك الرحمن قلت مرزي قلت ما شاء الله صد يا جدر كاميرا تدخل تفوز العين نعم كان شافت امه ليلى العين ابوي العين حقهم فاحذروها ما عليها كم مني انا عيني بارد بعيني ابوي ابرد عن الثلج روحه جزاك الله خير الله يطرح فيك البركه ان شاء الله قلنا له بالحوار ما تضره دوسه امه ما عليك باس جزاك الله خير دوله الامارات ل ابناء الانسانيه سواء كان اصحاب الكوارث او اللجوء المخيم الذي يضم ما يقرب من 7500 شخص هذه العوائل الموجوده هنا تشعر بالراحه والاطمئنان الذي لا يقل اهميه عن أي قرية من القرى المتميزة في كثير من البلدان سواء من خلال المسكن يسهرون على خدمة هؤلاء الأشخاص ويأتون طواعية لم يأتوا كوظيفة وإنما جاءوا تلبية لنداء هذه الدولة الهلال الأحمر اليوم دعانا أن نشارك أيضا أبناء هذا المخيم عرس جماعي بتوجيهات من سيدي اسمه الشيخ حمدان بن زايد طبعا تكتمل فرحة الإنسان بهذه الساعة ساعة الزواج وأعتقد لا يشعر بها إلا من يعني لابد أن تتضافر جميع الجهود للاحتفال مع هؤلاء العرسان ومباركة هذه المبادرة الطيبة لأن هذه المبادرة في نفوس الجيل القادم الذي سينتج من هذه الاحتفالية سيكون ولاؤه وذاكرته تختزك عندما يروي الآباء والأمهات لأبنائهم هذا اليوم شكرا جزيلا لك أتمنى لك التوفيق دايس وزير التنمية الأردني يا سلم عليه ما رم تصوره هذا وهو أنا سلم عليه يبي حتى لكم وهذا العقيد ما شاء الله عليه يبيع لليوم يعني أنا ظهرت لأن هذا العقيد ما أعرف شو اسمه الصدق عقيد سمعتهم يقولون قلت أنا عقيد غير عقيد عود جميع من يوم مرضى من يوم عليه كم كثر عرس كم عرس كم معرس وكم عروس عندنا اليوم شيء تصيّاس أصورك تراني اليوم إحنا عندنا بطولة عمرك 50 شيء معرس و 25 عروس اليوم هذا وقبل نعم. كان مخلصين على 8 4 معاريس وأربعة رايس تبارك الرحمن يعني المجموع 50 اللي عرسوا منهم اللي عرسوا قبل وحين اللي بيون نعم. 8 اللي عرسوا قبل هي والباقي الحين عندنا 50 ما شاء الله تبارك الرحمن نعم. ترى انا مسارين الصاله نحضر العرس حاليا اذا الله جعلنا من الحيين
العرسان يتريون. منظمات ثانية مكاتب لا. المنظمات يا غير هذه منظمات مش مقيم شراتكم انتم من المقيم بس الهلال الأحمر الإماراتي ما شاء الله نعم متعاون ويا الهلال الأحمر أيوة وتقدم خدمات كذلك طيبة للاجئين معلوم للأمهات والأطفال ما شاء الله ما شاء الله هذا الزين جزاهم الله خير مشكورين العملية متكاملة طول عمرك تأمن يحتاجونه من مستلزمات والمنظمات هذه قاعدة تأهلهم نفسيا لأن في منهم اللي شاف فلذلك محتاجين إلى تأهيل نفسي الحمد لله فالحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد اللهم لك إن التكامل المتواجدين على أرض هذا البلد الطيب سواء اللي هم أساس البلد هذه إخواننا الأردنيين حكومتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي نحن ما نعتبر أنفسنا إلا أشقاء لأخواننا جزاكم الله خير جزاهم الله خير حصلنا على كل دعم تقول فيه موجود هنا حصلنا ما حسينا بغربة أنا أقول لك أنا أول مرة أستلم المهمة هذه وأطأ نحن مثل ما أنت عارف كملكم ما وصلتوا عمان نحن كمجموعة نعم كل ست شهور نتبدل هي نعم بالطبع كلهم متطوعين كلهم إماراتيين كلهم متطوعين إماراتيين الكوادر الطبية الكوادر الطبية اللي موجودة من الإمارات هاي ولا كذا نستعين الطبية الموجودة على أرض المملكة هنا من أخواننا الأردنيين الدكاترة في عندنا مستشارين لمستوى عالي جدا أقول لك فيهم هالدكاترة اللي موجودين عندنا سواء هنا في المركز الطبي أو في مستشفى المبرق خيرة الدكاترة جزاهم الله خير طوعوا لخدمة المملكة الحمد لله الحمد لله في ميزان حسناتكم إن شاء الله وحصلنا منهم لك كل خير اللهم لك الحمد كل تعاون اللهم لك كل صراحة الأخوان هذين واستعنا كذلك ببعض الأخوان السوريين معلوم محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مندوب عطوفة محافظة الزرقاء عثمان بيك العتيق عمر حمزة أستاذ الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقدم منح مالية للمتزوجين إن برامج حفلات الزواج الجماعية تعتبر نهجا موفقا تحث عليه القيادة أيها أستاذ الكرام كما تعلمون فقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظها الله وبالخير نساهم في تخفيف من تكاليف الزواج وتوفير الدعم لتأسيس أسر متماسكة وإدخال الفرح والبهجة لنفوس جميع العرسان تحفظ دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترحيبي بك يا ضيفنا العزيز وأنت في الدرب الطويل ترحيب أرويه بصدد بك معنا زادنا فرحا وسرورا وطلتك علينا مثل ضوء القمر وسيل المطر وفوح الزهر فأهلا وسهلا بجميع ضيوف لملفاكم ترحيبا بضيفنا العزيز تقوم فرقة زهور الحياة بتقديم العراض الشامية لكم فلتتفضل مشكورا شايف الزهور بتدينا الأقصايا
هل مكرمات الهلال الأحمر تسلل إلى العرسان هدية من الهلال الأحمر عبارة عن مبلغ يدعم العرسان لبداية زواجهم. يلا عادي العرسان منهم المال ومنكم العيال. هي تباركتوا 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 المال ياكم باجي عليكم العيال عادة. يلا يهنيكم يلا الله يهنيكم تهنيتوا 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 يلا إن شاء الله مع عيالك يلا هم عيالك توم توم ترى ما بنبى واحد واحد بيبي واحد ماشي باثنين والثلاثة حلالي الله يطرح البركة فيكم إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. والآن يبدأ الطرف من فرقتنا الغنائية بصوتها المميز والهبيل فضل فضل مشكورة. كم تسوى هالفرحة؟ كم تسوى؟ كم تسوى بالله عليك هالفرحة؟ تسوى الدنيا كلها. الناس وشوف. اللهم لك الحمد. الله يفرحك. أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ ولي العهد هذا العام سيكون عام خير إن شاء الله. لهذا السبب سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة وصاحب السمو الشيخ محمد الراشد وبمتابعة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد مثل حاكم رئيس الهلال الأحمر إقام هذا العرس الجماعي تحت رعاية سمو واهتمام مباشر بالسمو وهذا الشيء مو غريب على دولة الإمارات ولا غريبة على قيادة الدولة استمر في إنسانيته وهذا الشيء ورثناه من أبونا الشيخ زايد عليه رحمة الله اللي عودنا وعلمنا والمساعدة للشعب السوريين ونحن نتوجه اللي واجهناها في البداية منذ لجوء لاجئين عدد كبير من لاجئين سوريين لكن نقدر نخفف عنها بشكل كبير. تواجدنا اليوم هو أكبر دليل على أن الإمارات مستمرة بعطائها. الإمارات مستمرة بشعب الإمارات بالتعاون مع أشقائنا العرب ما بيوقفنا شيء لا بيوقفنا عمل أي أعمال أخرى تمس الخط اللي رسمه لنا أبونا الشيخ زايد في الاستمرار في العطاء وفي الإنسانية. تواجدنا اليوم هو أكبر دليل على أن الإمارات مستمرة بعطائها مستمرة بالإنسانية. شكرا دكتور. شكرا دكتور. حليلة أمهات يا يزهم يا يزهم يسلم على أمهات صياح ما لحد هناك شو تبي الواحد هذا أسألكم كل واحد يصير يسلم على أمه. يا الله يا رب يسعدك الإمارات مثل ما تسعدين هالمسلمين. كم يسوى كم سألكم هلا البلاد سوريا يقول لك لازم يودر حرمتي يودر علمه وخبره ويصير وياهم. حليل الله يسعدك. يلا بالشباب ابوي احمر من المستحق لي والله اني عرفت ان هاي تمه مشابهتنا عربيا مشابهتنا لكن هاي قصيرون وهو اطول عاده
حليل هذا حليل. طبعا نحن فخور في السنة هذه سنة الخير إن شاء الله لأن السيد الشيخ الله يحفظه الإمارات بدأت السنة وصابنا حزن على اللي صار في الشقائق وعيال سميناهم شهداء لكن هذا الشيء ما تباركتي تباركتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني الله يبارك لك إن شاء الله مبروكين 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 تباركتوا 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 يعني الهم عيالك إن شاء الله مبروك مبروك توم توم نبع ما بواحد واحد هي تحمل هي قولي لي ما ويني هي وصي قولي لي اثنين اثنين ما به ما شي حبوب لازم عيال بسرعة هي الله يطرح لكم عيال يجيبوا كل سنة ودي وديتين هي لا تجلسون تأجلون تقول لك والله الحول يجيبوا عيال السنة الجاية لا سنة بسنته محتاج عيال نزفت وايد رجال نقصت والمتجرين على الله وثم عليكم من ثم عليكم انتم لازم الانتاج بارك الله فيكم يا مرحبا الدكتور مبروك انا مبروك ما دبرته لا تبوا ابو المعرس عباره قلت لهم هاي الله يطرح البركه الله الله هلا هلا
الجدوري. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. قال لك عنك سعادة الدكتور محمد الفلاحي الشيخ، انت قلت لي بتحس احساس ما كنت حسيت بحياتك، هذا هو اللي تطري؟ والله هو المكان اللي تطري؟ نعم هذا اللي كنت اقصده. لو بوصف لك شعوري اثناء تواجدنا بين اخواننا اللاجئين السوريين ومشاركتنا الحين فرحتهم وحزنهم، ما اقدر اوصف الشعور. اعتقد انت اليوم تواجدك معانا وشفت اللي شفته حسيت باللي كنت اقصده. نعم نعم دكتور، كان معرس حد من عيالي. نعم، وحسيت كأني أنا اللي وراء هالدنيا كلها. والله صادق، جزاهم الله خير، القائمين الداعمين على هالموضوع. الله يطول بعمر الشيخ حمدان، اللي بالفعل هو السبب نجاحنا، نجاح الهلال الأحمر ونجاح أي عمل إنساني قوم بدولة الإمارات. آمين. متابعة أبو سلطان الشيخ حمدان دائما وهو سبب نجاحنا. الله يحفظه ويجعل كل هذا مجال حسناته وحسنات عزيمنا. كل الشكر والتقدير لك انت لانك يا بنتي في هالمكان، لو ما بنت انا ما وصلت هالمكان. بارك الله انت. شكرا يا ولد العم. حبيبي ولد العم نور، الله يطرح فيك نور، الله يرحم والديك يسلم. ما ادري بحب الله ورعايته، جعل الله ييسر امورنا ويحفظنا ان شاء الله وصلنا سالم. جعل الله يسعدكم، جعل الله يسعدكم، يطرح البركه ان شاء الله في من دعم هالمشروع النير. جعل الله يطرح البركه يبارك لهم. كم تسوى هاليمعة؟ كم تسوى تسوى بلاد بسمها وعراها. شوف هاللوادم أمة لا إله إلا الله، الله يديم الفرح، يديم الفرح والابتسامة عليهم. آمين. وين ما جبلوا يا رب العالمين. آمين. ويسعده ويسعد من دعم هالمشروع النير. يعلى الله يطرح في بدرهم إن شاء الله البركة. لك أبسألك حين كم من سنة هلك الدنيا؟ صار لي 4 سنين. ربك مبسوط؟ الحمد لله. بشو نسوي هاي؟ الله يجيب الخير ويجي دولة الإمارات. الحمد لله تستاهلون، ولو ما تستاهلون رب العالمين ما سخر لكم هل الإمارات حكومة وشعبا. هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى وامتحان لكم. الوضع اللي انتم فيه هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. لا. يشوف مدى قوتكم انتم يا السوريين، صبركم يا السوريين، وانتم اثبتوا للعالم انكم صبورين. الله رب العالمين بتحصلون من الله سبحانه المعوض الزين، ان الله بيعيدكم حكومة زينة ترفقكم بشعبكم ان شاء الله. الدنيا هالمشاكل والناس تدعي ان الله ان شاء الله يرفع الغمه عن سوريا وعن بلد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الله يحفظكم ان شاء الله. انتم دولة الامارات يسر عنكم الشر وعلى الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب يا غالي. مبروكين دكتور. دكتور تدبسوني في الكلام. لا لا مبروكين مبروكين على الانجاز، الانجاز العظيم هذا، على الانجاز يعني مبروكين. مع السلامه. مع السلامه يا شيخ، تحياتي لكل الأسرة الكريمة. سلم على هلك. يوصل سلم يوصل على هلك اللي في بانكوك كلهم. الله أقول لكم حراسها. شوفوا وين يلسين فقارة في البرد. جزاهم الله خير الحكومة الأردنية حكومة وشعبا. يعني الله يرحم والدي أبوي مسوين تأمين للمخيم، شي حفل ما شي حفل، مقيطن دور مدارة يميع المدرعات والدبابات وخلق الله. أكرمكم الله أكرمكم الله أكرمكم الله يا أهل المخيم. يا على الله يحفظكم إن شاء الله. في رمضان روحي أنا بيكم حالف عاد باط عمل يميع ليمن. والله العظيم الله هذا هالساعة اللي صورت مطبخن شفتوهن؟ لكنها سويات كويل اليندم ما دار مطبخ. والله ولا يعيزم الطباخ من يصبح اللي يمسن اللي يطبخن ما شاء الله. دكتور الحين كل معرس وعروس شو تبرع الهلال الأحمر لهم؟ تراني ياسا أصورك لا تقول ما قلت لك.
سألته أنت؟ أنت مع راض راسك؟ تفضل دكتور، صورت هالرمسك لك. طال عمرك الشيخ حمدان وجه أن كل عائلة، نعم، من اللي تم تزويجهم اليوم وجه الله يحفظه ويطول بعمره ويعطاهم مبلغ اللي طبعا بداية إنشاء الأسرة، نعم، ومبلغ يقومون به يعني. والأمر الثالث والأهم إعطاء كل أسرة منزل أو مسكن عبارة عن كرفان يأويهم طبعاً ويلمهم ومن ويسد احتياجاتهم. اللهم لك الحمد. الله يطول بعمره قلبه طال عمره طال عمره أبو الأيتام وأبو الفقارة وأبو المساكين، يعلى الله يسعده إن شاء الله ويطول بعمره ميزان حسناته يطرح البركة إن شاء الله في دريته ويدفع عن دارنا وبلادنا. آمين آمين المكروه. آمين ويحفظنا ولاة أمرنا الإماراتي. آمين. والمقيمين فيه الإمارات تميزت بعطائها، تميزت بإنسانيتها، وصدقني الله حارس الإمارات وراعنها باللي يسويه من أعمال إنسانية ومن خير. وسأل الله أن يحفظ الشيخ خليفة يطول بعمره ويرعاه ويبارك لنا في قيادتنا الرشيدة. ومن صراحة من منبرك المبارك ومن شاشتك يا أبو محمد نحن ندعو المحسنين أنهم يستمرون في عطائهم ويشاركون مساهماتنا، ولأن صدقني اليوم اللي يتبرعوا به ويصدقوا به ترى بيشوفونه بحسابات مختلفة سواء اليوم في الأردن أو في أي مكان يحتاج الإنسان فيه للمساعدة. والعام هذا أعلن الشيخ خليفة أنه يكون عام خير، صحيح أنه بدينا به بحزن على شهداء الإمارات اللي راحوا، ان احنا صدقني تواجدنا اليوم بإرادة واضحة من قيادتنا ان احنا مستمرين بعطائنا، مستمرين بإنسانيتنا. واسأل في شعب الامارات في دولة الامارات وفي كل المحسنين اللي ساهموا معانا في عطائهم وإنسانيتهم. مشكورين يا خالد، جزاك الله الف خير، كل خير جزاك الله. مغادرتنا من المخيم الاماراتي الاردني، وانبسطنا استانسنا وياهم جزاهم الله خير. اللجنة حياكم الله، مع السلامة يا جماعة، يعني الله يحفظكم. مشكورين وماجورين، ماجورين ماجورين، الله يعودكم بلادكم إن شاء الله سالمين غانمين. يلا مع السلامة شباب، أكرمكم الله. مع السلامة مع السلامة. شو اسمه البق علينا حن فيها برا منو؟ مع السلامة مريجي بالفهود. مع السلامة يا شباب، يعني الله يحفظكم ويطول بعماركم. أنتم شيوخ الدرك، بارك الله فيكم. كل هاللواد معطيتهم من شيء، أكرمكم الله وطال عماركم. مشكورين 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 يا شباب، الله يعطيكم العافية وماجورين إن شاء الله. يا رب البيت والحرم تهون عليهم هالبرد. الحين الرياح اللي سوق ابنه إسماعيل أبوي، الله الله فينا عن السرعة، ولا سابجين الله ولا غالبينه، ما تروغنا قوم ولا تستعي، خاصة على المنعطفات وين المطبات. الله الله فينا تيمل مش شلبك في الحياة، هي مش قمت تقبض فيها غصب زور تبقى ما تبقى شهيد، بس سير انت شهيد هكو الدرب العين ما شافك. انا شهيد لا ابا ولا بغير شهيد، ما حد يبى الموت. انا ابو بتتجدم، سير انت سير انت سير انت شهيد من هكو الدرب. انت وايدين ابوي منك، انا حليلي راس، انا لا ابوني لجح ولا من تحيط، ما عندي حد، عيالي بعدني ما يوزيت، من يوز عيالي واشوف بذرهم ان شاء الله، بس اشهد من يوز عيالي واشوف عيالهم. هاي الساعة ما عندي مشكلة، نفاد ما بخير.